إذن الواحدة من بعد الظهر بتوقيت القاهرة، وهذا موعد جولة جديدة مع مراسلي القاهرة الإخبارية، نرصد خلالها العديد من التطورات والأحداث. أهلا بكم من عاصمة الخبر. ينضم إلينا في جولة اليوم من غزة منى عوكل، ومن رام الله ولاء السلمين، وجمال الوصيف من الرياض، ومن معبر قسطل مصطفى عبد الفتاح، وسلامة عطا من بروكسيل، ومن أنقرة عمر أحمد، من اسطنبول أحمد زكريا، وأيضا معنا خالد أبو بكر من فيينا، ومن عدن إياد الموسوي، وآية سيد من عمان، ومن أثينا عبد الستار بركات. نبدأ معكم، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس. من جهتها أوضح مدير الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل أن قوات الاحتلال منعت دخول سيارات الإسعاف للمخيم لعلاج المصابين وقامت باستهدافهم بشكل مباشر. إذن لمزيد من المتابعة تنضم إلينا من رام الله ولاء السلمين مراسلة القاهرة الإخبارية. مرحبا بك ولاء. ولاء، آخر ما لديك إذن بعد هذا الاستهداف وبعد جميع الأنباء من وزارة الصحة الفلسطينية؟ ولاء؟ نعم، أهلا بكم. اقتحام اتفقنا معكم، أسمعك جيدا. نتحدث عن اقتحام لبلاطة، مخيم بلاطة صبيحة هذا اليوم، حيث قام مجموعة من المستعربين دخول إلى مخيم بلاطة أي بالزي المدنية الفلسطينية، من ثم اقتحام مخيم بلاطة. بعد ذلك جاءت قوة من جيش الاحتلال وتعزيزات كثيرة من جيش الاحتلال لمساندة وحدة المستعربين بدخولهم إلى مخيم بلاطة. بعد ذلك اندلعت مواجهات في مخيم بلاطة ومحاصرة منزل، وقامت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت بدعوة من في المنزل بتسليم أنفسهم، ولكن الشابين مشنا الأعلى خلال هذا أنزل، وخلال الاشتباك تم تصفية هؤلاء الشابين، وبعد ذلك أعلنت مصادر طبية والصحة الفلسطينية عن استشهاد سائد مشي وأيضا عدنان الأعرج، وأيضا إصابة أكثر من 81 إصابة بالاختناق بالغزة المسيل للدموع، وثلاثة إصابات منها بالرقبة والفخذ وأيضا الرأس. هذا ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية. بعد ذلك جابت فرع مخيم بلاطة مسيرة مندب قوات الاحتلال لمخيم بلاطة، وفي ساعات الظهيرة سيوار وأثر لمدفنهم الأخير ولمثواهم الأخير. هذا ما حصل صبيحة هذا اليوم في مخيم في نابلس. وكان المتحدث نعم، أنا معك، تفضلي أكملي ولاء. طب ولاء، إذن مع كل هذه الأنباء ومع آخر التطورات فيما يحدث في موضوع مخيم بلاطة، أتحول إلى غزة ومراسلتنا معنا ولاء السلمين مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة. بالتوازي مع ما يجري في مخيم بلاطة منذ الصباح الباكر وإعلان وزارة الصحة عن استشهاد فلسطينيين، آخر ما لديك ولاء؟ معنا منى عوكل من غزة، إذن أذهب إلى منى عوكل، وآخر ما لديك من غزة منى، بالتوازي مع ما يقوم به الكيان الإسرائيلي في مخيم بلاطة من استهداف ومن اقتحامات. منى، أنت معي، تسمعين؟ بتكلم
الغربية وقطاع غزة. منذ صباح هذا اليوم قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بالغارة على عدد من المنازل. منى منى يبدو أن الصوت غير واضح. إذن منى عوكة لمراسلة القاهرة الإخبارية، يبدو أن هنالك إشكالية في الصوت. منى سنحاول العودة إليك مع آخر التطورات في غزة. أعود لولاء السلمين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله. إذن بعد أن تحدثنا عما يجري من اعتداءات إسرائيلية في المخيمات، أيضا ماذا لديك من أنباء فيما يتعلق باستمرار إغلاق المعابر والحواجز ولاء، وآخر ما يجري ميدانيا على الأرض؟ نعم، بين الآخر يقول مستوطنين برشق حجارة معبر الشوارع الفلسطينية وأيضا الشوارع الكثافية التي يقوم باتجاهها صوب البلدات، وأيضا المحافظات الفلسطينية يقومون برشق الحجارة على مركبات الفلسطينيين، وبالتحديد في بلدة حوارة تم احتجاز 7 سيدات في حاجز حوارة وتدقيق بهوياتهم. والإعلان لوزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد هذين الشهيدين مخيم بلاطة ارتفاع الشهداء منذ بداية هذا العام 2023 ولغاية الآن إلى 150 شهيدا، و 33 منهم 33 منهم من قطاع غزة وجلهم من على يبدو أنه أيضا هنالك رداءة في التواصل مع مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلمين لتودعنا أكثر فيما يجري برام الله وآخر التطورات الميدانية هناك. إذن نعود مشاهدينا لمحاولة للتواصل مع مراسلتي القاهرة الإخبارية سواء في غزة أو في رام الله لتضعنا في آخر المستجدات فيما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 5 على التوالي. أوضحت مراسلتنا أن طائرات الاحتلال استهدفت أرضا زراعية شمال القطاع دون ورود تقارير عن أي خسائر بشرية أو مادية. في الأثناء قال الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت 325 موقع في جميع أنحاء قطاع غزة منذ بدء التصعيد الحالي، ومنوها إلى أكثر من 1000 صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. إذن عودة لمراسلة القاهرة منى عوكل من غزة إليك منى، وآخر التطورات لديك بعد هذه العمليات الإحصائية سواء كان بعدد الصواريخ أو بعدد المواقع التي استهدفتها إسرائيل؟ نعم، يعني حتى اللحظة تستمر الاعتداءات الإسرائيلية في هذه الأثناء، وبينما أتحدث إليك بإمكاننا سماع صوت أصوات الانفجارات في مناطق مختلفة من قطاع غزة. منذ صباح هذا اليوم طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية شنت عدد من الغارات وقامت بهدم منزل لعائلة المدهون في منطقة شمال قطاع غزة، تحديدا بيت لاهيا. أيضا هناك تهديدات لعدد من المنازل في مناطق متفرقة في قطاع غزة عبر طائرات الاستطلاع أو حتى عبر إبلاغ ساكنيها بضرورة إخلائها، ولذلك من المحتمل بأن يكون هناك المزيد من الاستهدافات للمنازل الفلسطينية خلال الساعات القليلة القادمة. الغارات الإسرائيلية ما زالت مستمرة في جميع أنحاء قطاع غزة. الآن تتكثف هذه الغارات في المناطق الزراعية في مناطق مختلفة، في منطقة الزيتون شمال قطاع غزة، أيضا في الجنوب هناك
هناك يعني تكثيف للغارات الإسرائيلية. عمليا أيضا قبل لحظات من الآن كان هناك رشقة صاروخية أطلقتها الفصائل الفلسطينية تجاه البلدات الإسرائيلية المحتلة، وبالفعل تم الإعلان إسرائيليا عن تفعيل صفرات الإنذار في هذه المناطق. إذن ما زالت أيضا تحلق الطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع في سماء قطاع غزة على مستويات منخفضة، وعلى ما يبدو بأننا يعني وفقا لما نسمع الآن من صوت للطائرات قد نشهد استهداف خلال هذه اللحظات. منى، منذ يعني بداية الخمسة أيام وإسرائيل كانت تستهدف إضافة إلى الأحياء السكنية موضوع الأراضي الزراعية، أم أنه أمر طرأ يعني منذ مبارحة وحتى اليوم؟ نعم، يعني منذ البداية كان هناك استهدافات للأراضي الزراعية، لم تختلف الاستهدافات في هذا المجال كثيرا. يعني إسرائيل تعود باستهداف الأرض ذاتها أو حتى الموقع التابع للفصائل الفلسطينية ذاتها مرارا وتكرارا. إذن هي في كثير من هذه الاستهدافات التي تقوم بها طائرات الاحتلال الإسرائيلية استهدافات متكررة للأماكن ذاتها، لكن الجديد هو الدخول إلى سياسة استهداف المنازل، إن كانت المنازل التي يعني تحاول بمعنى أنه إن كان حالات الاغتيال أو حتى المنازل التي تحاول إسرائيل أن يعني توصل رسالة للفلسطينيين من خلال هدمها، وبالتالي يتم إبلاغ سكانها لإفراغ هذه المنازل قبل استهدافها بشكل مباشر وتسويتها في الأرض. إذن هناك نوعين من الاستهدافات، استهدافات تطال المواقع والأراضي الزراعية، واستهدافات أخرى تطال منازل المواطنين وفعلا أوقعت عدد كبير من الإصابات والجرحى. حتى الآن إحصائية وزارة الصحة وصلت حتى 33 سقوط 33 شهيدا وأكثر من 100 إصابة حتى اللحظة إلى مستشفيات القطاع، وهدم أكثر من 22 منزلا بشكل كامل، وبالإضافة إلى تدمير العشرات وقد يصل إلى يعني أكثر من 100 منزل مدمر بشكل جزئي جراء هذه الاستهدافات على مناطق قطاع غزة. الآن ما زالت حالة الطوارئ عمليا معلنة في عموم أرجاء قطاع غزة، والطواقم الطبية تحاول أن تستمر في بالقيام بأعمالها وفقا لما يتوفر لديها من إمكانيات طبية وبشرية، أيضا كوادر بشرية وأسرة في مستشفيات القطاع. بينما يعني منذ اليوم الأول أعلنت حالة الاستنفار بطبيعة الحال. أيضا طواقم الدفاع المدني ما زالت تتحدث عن بلاغات التي تصلها والعدد الكبير من الدمار الذي ربما يلحق بمناطق مختلفة من قطاع غزة، والتي تضطر طواقم الدفاع المدني للتعامل معها مع طواقم المختلفة من البلديات. منى، منذ لحظات معبر كرم أبو سالم ما زال نعم أكملي بموضوع المعابر. نعم، منى، معبر كرم أبو سالم معبر كرم أبو سالم ما زال مغلقا لليوم الخامس على التوالي، وحتى اليوم منذ خمسة أيام لم يدخل شيء إلى قطاع غزة بالمطلق. الأمر له الكثير من التبعات التي تتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل عملي، والآن ناقوس الخطر بدأ يدق في كل مكان، إن كان في القطاع الصحي، إن كان في قطاع أيضا الطاقة، بالإضافة إلى القطاعات الاستهلاكية إلى درجة بعيدة. لا نريد أن نتحدث عن حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصادية، بمعنى الذي يتكبدها قطاع غزة، والتي قدرت ب 8 ملايين شيكل يوميا خسائر اقتصادية جراء إغلاق المعبر. ولكن أيضا نتحدث عن حالة إنسانية من الممكن أن تذهب نحو كارثة إذا ما استمر هذا الصراع إلى ما هو أطول من ذلك، مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة. نؤكد أيضا أنه معبر إيرز بيت حنون أيضا ما زال مغلقا، وبالتالي هناك الآلاف من المرضى الذين يمنعون من الذهاب إلى لتلقي العلاج في المستشفيات الداخل ومستشفيات الضفة الغربية أيضا. نعم، وهي حالات حرجة وطارئة. نعم، أشكرك على كل هذه المعلومات، وضعتنا في صورة آخر ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء كان من تواصل الاعتداءات الإسرائيلية أو فيما يحدث في موضوع إغلاق المعابر. إذن أشكرك منى
عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا مباشرة من غزة. في شأن آخر، أعلن دبلوماسي سعودي عن استئناف المحادثات السودانية غدا بناء على آلية تنفيذ إعلان جدة. أوضح الدبلوماسي السعودي في تصريحات لوكالة رويترز أن المفاوضات ستركز على خطة لتسليم المساعدات الإنسانية وضمانات فتح ممرات آمنة واستبعاد القوات من المناطق المدنية. كشف عن أن المملكة دعت رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان لحضور قمة الجامعة العربية المقرر عقدها في 19 من مايو الجاري بمدينة جدة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية من الرياض جمال الوصيف. مرحبا بك جمال. إذن جمال، يشار إلى أنه غدا ستبدأ المباحثات من أجل تنفيذ الآلية التي تم التوصل إليها من خلال إعلان جدة. آخر ما لديك وكيف سيتم هذا التنفيذ جمال؟ بالفعل أمل هناك يعني استمرار للمباحثات التي بدأت في الأسبوع الماضي بين الجيش السوداني والدعم السريع هنا في مدينة جدة الواقعة غرب المملكة العربية السعودية، والتي خرجت بإعلان جدة الخميس الماضي، إعلان يضم في المقام الأول هي الحالات الإنسانية والدعم الإنساني للمواطنين السودانيين المتواجدين داخل المناطق في الخرطوم وأيضا مناطق الصراع في الحدود داخل المدينة داخل السودان. يعني عدد من البنود، 7 بنود أساسية والتزامات أساسية في اتفاق جدة تلزم الجميع بضرورة تنفيذها على أرض الواقع من أجل تخفيف المعاناة على كاهل الشعب السوداني والمتضررين داخل مناطق الصراع. هذا الأمر الذي جعل من مباحثات غدا ضرورة حتمية لتنفيذ هذا الأمر، خاصة مع استمرار الصراع على الأراضي السودانية منذ إعلان جدة، وأيضا التزام الأطراف بضرورة إبلاغ كافة المقاتلين على الأرض بهذه البنود وهذه الالتزامات وتنفيذها على أرض الواقع. يعني عدد من هذه البنود الذي يحمل تخفيف المعاناة على المواطن السوداني والمقيم السوداني داخل الخرطوم من بعد انقطاع كافة الخدمات داخل مناطق الصراع وانقطاع أيضا المواد الغاثية والإنسانية وأيضا المواد الغذائية داخل هذه المناطق التي تحتاج إلى تدخل سريع من المنظمات والمجتمع المنظمات التي تعمل على أرض السودان وأيضا المنظمات الدولية التي دعت إلى ضرورة التدخل السريع من قبل المنظمات الدولية لدعم السودان في هذا السياق. يعني غدا ستكون المباحثات الثانية داخل الأراضي السودانية. أشكرك جمال. يعني هي احتياجات يومية وإنسانية ضرورية للحياة لأهلنا في السودان. شكرا على هذه المعلومات إذن، وسنكون معك في آخر مستجدات في محدث من مباحثات غدا إن شاء الله. شكرا جمال، كنت معنا مباشرة إذن من الرياض. ولمتابعة أكثر حول ما يجري في السودان، أفاد مراسلنا أن معبر قسطل البري على الحدود المصرية السودانية يواصل استقبال العائدين من السودان من مختلف الجنسيات. أكد أن السلطات المصرية تقوم بتقديم الخدمات والدعم للعابرين في مختلف المجالات كالدعم الطبي والنفسي والغذائي، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي على مدار الساعة، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية تواصل تقديم خدماتها إلى العابرين في ظل توافد آلاف الوافدين إلى الأراضي المصرية. إذن لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معبر قسطل المراسل القاهرة الإخبارية مصطفى عبد الفتاح. مرحبا بك مصطفى. مصطفى، يعني الجميع يدرك أن الكثير من دول الجوار بالنسبة للسودان تعاني ما تعانيه من إشكاليات داخلية وشح في المساعدة في تقديم يعني لأهلنا في السودان عندما يذهبون إلى بعض من هذه المدن، إلا الدولة المصرية التي كانت منذ اللحظات الأولى تقدم الجميع من الإمكانيات والدعم بأوجه كافة. كيف هو اليوم هذا الوضع باستمرار هذا الدعم وأعداد الوافدين إلى الأراضي المصرية؟
نعم، يعني بالفعل جهود مستمرة تبذلها الدولة المصرية بهدف استيعاب الآلاف التي ما زالت تتواصل على الأراضي المصرية من خلال معبري قسطل وأرقين. نتحدث من معبر قسطل عفوا، والذي ما زال يشهد توافد لعشرات الحافلات التي تأتي انطلاقا من المدن السودانية المختلفة بجنسيات مختلفة. بكل تأكيد فالجهود المصرية المبذولة حتى الآن من خلال تقديم أوجه الدعم المختلفة، من خلال الدعم الطبي والدعم النفسي والدعم اللوجستي والدعم الغذائي، وذلك بحسب المنظمات الأممية والدولية التي شاهدت ورأت بعيونها ما تقدمه الدولة المصرية، نال استحسان ورضا وشكر كبير من كل الأجهزة الدولية التي أكدت على أن مصر نجحت في التعامل مع الأزمة باستيعاب كل هذه الآلاف التي توافدت إلى الأراضي المصرية، وأيضا التعامل بحرفية وفق تصريحات كثير من المنظمات التي تحدثنا معها خلال الأيام الماضية. التأكيد على الجهود المبذولة يتراءى بالعين من خلال تواجد فرق وأطقم طبية من خلال الهلال الأحمر المصري وهيئة الإسعاف المصرية، وكذلك مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تتوافد على معبر قسطل للتقديم أوجه الدعم المختلفة في مجالي الصحة وفي المجال الغذائي. طيب مصطفى، هل لا زال هنالك توافد هل لا زال هنالك توافد للمصريين الأراضي المصرية، وتوافد أيضا للسودانيين ولجنسيات أخرى حتى هذه اللحظة؟ نعم، يعني نتحدث من الوضع الجديد هنا في المعابر البرية المصرية على الحدود السودانية. الجديد هنا هو أن معظم من يدخل الأراضي المصرية هم من الجنسيات السودانية. كنا قد تحدثنا عن جنسيات مختلفة توافدت إلى معبري قسطل وأرقين على مدار الأيام الماضية، ومنذ اندلاع الأزمة وصلت إلى أكثر من 25 جنسية، ولكن في الأونة الأخيرة خلال اليومين الماضيين لاحظنا أن السواد الأعظم للأسر السودانية هي التي تأتي إلى الأراضي المصرية، بجانب عدد بسيط من المصريين الذين ما زالوا يتوافدوا إلى الأراضي المصرية. نتحدث عن أمر جديد أيضا، وهو مرتبط بإعلان جدة، وذلك من أجل التهدئة ما بين الأطراف السودانية. يبدو أننا سنشهد خلال الأيام القادمة زيادة في أعداد التوافد، وذلك وفقا لتصريحات وحديث عدد من الأسر السودانية التي أكدت أن هذه التهدئة من شأنها أن تؤشر وتبرهن لبعض السودانيين الخروج بممرات آمنة إلى الحدود المصرية، وذلك بحسب الأعداد الموجودة أيضا في مدينة حلفة السودانية القريبة من معبر قسطل بما يقرب من حوالي 25 كيلومتر. لذلك فهناك أعداد كبيرة في مدينة حلفة تستعد إلى المجيء إلى هذا المعبر والدخول إلى العمق المصري بعد ذلك. فيبدو أننا على موعد مع الجولة الثانية من إعلان جدة لأعداد أكبر ستشهدها الأراضي المصرية والمعابر المصرية. نتحدث عن التوافد، فالتوافد ما زال مستمر، ونسمح لي أن أنقل الصورة من خلفي وهي التي تتحدث في هذا التوقيت. في هذا التوقيت لم نكن نشهد كل هذه الأعداد، ربما في الجانب السوداني أو في الأرض المحايدة ما بين الجانب المصري والجانب السوداني لم نكن نشهد في هذا التوقيت هذه الأعداد، ولكن هذه الأعداد تؤشر على أن الزيادة ستستمر خلال الأيام القادمة، وهو ما سيعطي أولوية في الدخول إلى كل من يأتي إلى الأراضي المصرية، حيث أن الدولة المصرية عملت في البداية على استيعاب كل جنسيات العالم المختلفة ليس السودانيين فقط، وهو أيضا ما يؤكد نجاح مصر في التعاون مع السودانيين، وذلك بحسب تصريحات السودانيين نفسهم الذين أكدوا على أن العلاقات المصرية السودانية هي علاقات متميزة وهي علاقات عميقة. صحيح. ولذلك كان الملاذ الأول لهم هو التوجه إلى مصر، وبكل تأكيد المعبر ما زال يعمل على مدار الساعة ويقدم الخدمات اللوجستية والطبية والإنسانية والنفسية، هذا أيضا في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية. نقطة أخيرة أشير إليها وهي أنه وفقا لبيان من السلطات التنفيذية المصرية بأنه تم زيادة عدد العبارات التي تعمل على ضفاف نهر النيل، وذلك للتيسير على عودة الحركة إيابا وذهابا من السودان إلى الأراضي المصرية. تم الدفع بعبارة أخرى ليصل العدد إلى 4 عبارات. نعم، من معبر قسطل مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا على كل هذه الإضاءات. في شأن آخر، أفادت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود بأن عمليات الدخول غير القانونية للاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط زادت بنحو 300% خلال الأشهر الأربعة الأولى لهذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أشارت الوكالة إلى أنها سجلت أعلى مستوى للدخول على الإطلاق بواقع نحو 42,200 عملية دخول خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023. إذن وينضم إلينا من بروكسل مباشرة مراسل القاهرة الإخبارية سلامة عطلة. مرحبا بك سلامة.
سلامة، يعني كان متوقع من خلال الاضطرابات والأحداث والتضخم وكل ما تعانيه الدول بأن يكون هنالك ازدياد لعمليات الهجرة الشرعية وغير الشرعية. ماذا لديك من آخر أنباء فيما يتعلق بهذا الأمر والخطوات؟ هل هنالك تحرك حثيث وجدي فعلا تجاه هذا الملف؟ مساء الخير أمل. المهاجرون الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي زادوا بنسبة 300%، وهذا رقم كبير لأن أرقام الواصلين بعشرات الآلاف. وهناك تحذيرات أيضا بأن هذه الأرقام مرشحة للزيادة حسب وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية، التي تقول بأن الصراعات في إفريقيا إضافة إلى الفقر واليأس هناك داخل القارة السمراء سيدفع بمزيد من الأعداد نحو أوروبا. أيضا المهربي البشر طوروا من أدواتهم سواء لصالح شراء مزيد من السفن والقوارب المتينة، قدرتهم على التخفي والتهرب من المراقبة الأوروبية للمياه المتوسطية. وهناك أيضا من يتهم روسيا بأنها تساعد في ذلك لكي يزيد أعداد المهاجرين في أوروبا. ما الذي فعله الأوروبيون؟ كيف تحركوا؟ الأوروبيين بشكل عام متفقين على عنصر أساسي واحد فقط من عدة عناصر لا يزالوا مختلفين عليها فيما يتصل بتوقيف أو تقليل عدد المهاجرين الذين يصلوا إلى أوروبا. المسألة الأولى المتعلقة بهذا الاتفاق هي تأمين وزيادة تعزيز القوات الأوروبية وخفر السواحل الأوروبية ووكالة الحدود على كامل حدود الدول الأوروبية، الحدود الخارجية. لذلك عمل الاتحاد الأوروبي على أن يجدد في هيكلية وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية عبر توظيف مسؤول جديد أكثر فعالية من الذي سبقه في هذه الوكالة، زيادة عناصر هذه الوكالة، الدعم المالي الكبير الذي تتلقى هذه الوكالة حتى وصلت ميزانيتها إلى أكثر من مليار يورو، وهي الوكالة الأكثر نموا من بين باقي المؤسسات والوكالات الأوروبية في هذه المرحلة. لكن الأوروبيين مختلفين على مسألتين رئيسيتين، الأولى المتعلقة بتوزيع المهاجرين داخل أوروبا. لا تزال دول الجبهة الأمامية إيطاليا، اليونان، مالطا والدول على ساحل البحر المتوسط تطالب باقي نظرائهم الأوروبيين بأن يستقبلوا أعداد من المهاجرين الذين وصلوا إلى هناك، وتريد أن يلتزموا بهذا وفق اتفاقية. لكن لا يريد الباقي الأوروبي أن يلتزم، يقترح بأن يكون هذا الاستقبال أو التوزيع طوعي دون أي حصص إلزامية. المسألة الثانية المختلفين عليها هي كيفية التعامل مع دول المنشأ والعبور، كيف يمكن توقيع اتفاقيات لإعادة المهاجرين إلى هناك باستخدام سياسة العصا والجزرة، ترغيب هذه الدول لكي تقبل استعادة مواطنيها أو ترهيبها بفرض عقوبات سواء متعلقة بالأمور الجمركية أو متعلقة بالتأشيرات. هذه المرحلة مرحلة حساسة في موضوع الهجرة داخل أوروبا، ويعود يعني ذلك لأنه هناك انتخابات قادمة وهناك يمين لا يزال يحشد الناس لكي يحصل على الأصوات عبر ملف ويتنامى من هذه الزيادة. سلامة، هل هنالك ما زال انتقاء أو حالة انتقائية في موضوع المهاجرين الداخلين إلى الغرب، أم أنه حتى هذه الحالة انتفت أو اختفت اليوم في أوروبا؟ ماذا تقصدين بالانتقاء؟ يعني حالة انتقائية أنه اختيار البعض من الذين يدخلون إلى أوروبا كانت منذ السنوات السابقة في حالة انتقائية لشرائح معينة وشخصيات أشخاص معينين ليدخلوا إلى أوروبا، قائمة هذه الحالة الانتقائية أم أنها انتفت اليوم مع كل هذه الظروف المستجدة في أوروبا؟ هنا الأولويات تغيرت. من كانوا يصلون إلى هنا في السنوات السابقة وتحديدا في الأزمة الكبيرة بين 2015 و2016 كان السبب هو الصراع، ولذلك هناك قوانين ملزمة للاتحاد الأوروبي بتوفير الحماية لهؤلاء الذين فروا من الصراعات وفروا من القتل. لكن الآن الوضع مختلف، الوضع يأتي للمهاجرون يأتوا أكثر لأسباب اقتصادية وأسباب متعلقة باليأس وأسباب حتى متغير متعلقة بتغير المناخ، لأن هناك بعض المناطق في إفريقيا وفي باقي دول العالم تأثرت بشكل كبير، تأثرت مداخلها الاقتصادية. لكن أمل، إذا في هناك نقطة مهمة في هذه المسألة، هذه الزيادة أتت بعد أن وصل اليمين إلى حكم إيطاليا في انتخابات أكتوبر الماضي، والذي وعد بأن
تقريبا يقيم طوقا بحريا لمنع وصول هؤلاء المهاجرين، لكن مع وصول اليمين الذي وصل بفضل هذه الدعاية دعاية مزيد من التشدد في التعامل مع المهاجرين وحماية الحدود، ومع ذلك زادت الأعداد في ظل هذا الحكم لليمين الشعب وفي إيطاليا. هذا يعني ربما هذا الملف يحتاج إلى الكثير، وسنبقى معك في كل مستجداته، يعني هو ملف ممتد منذ سنوات طويلة. سلام عطلة من بروكسل مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا على كل هذه المعلومات. قال وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر إن عام 2022 شهد أزمات مثل الحرب في أوكرانيا ووضع الطاقة الصعب والتضخم المرتفع. أشار كارنر خلال تقرير أمني إلى أن تلك الأزمات والتحديات يمكن أن تؤثر على الوضع الأمني وتزيد من مخاطر التطرف والإرهاب والهجمات الإلكترونية والتجسس. كما تناول التقرير للمرة الأولى الذكاء الاصطناعي وتأثيره على جرائم الإنترنت في المستقبل. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من فيينا خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية. أحييك ومرحبا بك خالد. خالد، يبدو أنه ليس موضوع فقط الحروب والأزمات الاقتصادية، هنالك تحديات في كل لحظة تستجد على الساحة الدولية ويجب على العالم أن يواجهها. آخر ما لديك في هذه المواجهات الجديدة وربما ليس آخر موضوع الذكاء الاصطناعي وما ينتظر البشرية اليوم؟ تحياتي إليك أمل. أعلن بالفعل وزير الداخلية النمسا جيرهارد كارنر وكذلك مديرية الأمن الدولة والاستخبارات عمر حجاوي تقرير عن التطرف في عام 2020، ورصد ذلك التقرير زيادة في التطرف على حد تعبير المسؤولين النمساويين بالأمس في المؤتمر الصحفي. وحدد التقرير الذي كشف عن فحواه عن أن الزيادة كانت منصبة في مجموعة من الجماعات اليمينية المتطرفة واليسارية المتطرفة وما سماها كذلك الجماعات الإسلامية، فضلا عن ناشطي بعض ناشطي المناخ وكذلك الذكاء الاصطناعي. فيما يخص الفئة الأولى التي هي خاصة باليمين المتطرف أو اليمين الجديد الذي يضم بعض المجموعات العنيفة مثل جماعة الهوية أو الرايخ، قال وزير الداخلية إنهم على مدار العام الماضي رصدوا أكثر من 600 شخص داخل اليمين المتطرف ممن سماهم بالأشخاص شديدي الخطورة. نعم. وأشار كذلك إلى عمليات اعتقال جرت في بحق عناصر من اليمين المتطرف خلال ذلك العام، كان آخرها قبل أيام. فيما يخص الجماعات اليسار المتطرفة التي تحمل بعض الأسماء مثل اليمينية المتشددة وكذلك الماركسية، قال إن متابعة تجري على مدار الساعة لهم، خصوصا أن بعضهم تورط في أعمال العنف مثل حرق سيارات للشرطة وغيرها. أيضا فيما يخص اليمين، فيما يخص الجماعات الإسلامية، قال إن مراقبة شديدة تتم لأولئك العائدون من مناطق التوتر في الشرق الأوسط على وجه الخصوص العائدون من سوريا والذين كانوا ينشطون في مناطق سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. تنظيم داعش الإرهابي بالإضافة إلى نعم خالد، إذن مع تنامي هذه الجماعات المتطرفة والمحاولة ليكون هنالك تشديد رقابة عليها ومع ما يحدث أيضا من تطورات تحرك هذه الجماعات الإرهابية من تجسس وأيضا عمليات إلكترونية وربما حرب قادمة تكنولوجية، مع كل هذه التطورات أشكرك خالد أبو بكر، كنت معنا مباشرة من فيينا مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك خالد.
أكد السفير الفرنسي لدى اليمن جون ماري ضرورة استغلال الفرصات التاريخية لتحقيق السلام في اليمن. طالب السفير الفرنسي بضرورة التغلب على العراقيل التي يضعها الحوثيون لإنهاء معاناة الشعب اليمني. يأتي ذلك في الوقت الذي طلب فيه المبعوث الأمريكي الحوثيين بضرورة الانخراط بجدية في الحوار وانتهاز فرصة السلام. ولمزيد من المتابعين ينضم إلينا من عدن إياد الموسوي مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك إياد. إياد، إذن فرصة السلام التي ينتظرها منذ سنوات طويلة اليمنيون وموضوع الحوار الذي فشل مرة بعد أخرى، آخر المستجدات لديك في هذا الأمر والذي يحمل آمال الآلاف بل الملايين من اليمنيين؟ نعم. نعم، أمل اليمنيون يعملون بشكل كبير في أن تضع الحرب أوزارها ويتنفس اليمنيون الصعداء بعد 8 سنوات للحرب، لكن على ما يبدو أن الحوثيون دائما يضعون العراقيل مرة تلو الأخرى. هناك الكثير من أهم مؤتمرات أو الجلسات التشاور أو الحوار، سواء كويت واحد وكويت اثنين والسويد واحد والسويد اثنين، كثيرا من المؤتمرات التي رعتها الأمم المتحدة للتوصل لحل شامل وسياسي أو سلبي في اليمن، لكن على ما يبدو أن الجماعة لديها نفس طويل في مسألة المراوغة ووضع العراقيل ووضع الاشتراطات المسبقة كما هي عادتها. كان هناك خطة سلام يعني تقدم بها العمانيون والسعوديون أيضا برعاية الأمم المتحدة، وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية لديها اطلاع على هذه المبادرة وتم التوافق حولها يعني دوليا. السفير الفرنسي، تصريحات السفير الفرنسي أمس ربما جاءت بعد أن يعني ليس لم نقول فقد الأمل، ولكن هي تصريحات يراد بها دفع الحوثيين باتجاه يعني السلام. هذه التصريحات تحدث فيها أن الحوثيون غير جادين وأيضا يضعون الاشتراطات المسبقة. هناك كان يعني في تقدم كبير باتجاه هل اشتراطات الحوثيين في هذه المرحلة إياد تعتبر تعجيزية أم أنه اختلف نوع من الاشتراطات من قبل الحوثيين؟ نعم، هي اشتراطات تعجيزية يعني لم يتم التوافق يعني مسبقا حولها، يعني فيما يتعلق برواتب موظفي الدولة. هناك اتفاق على أن تقوم الحكومة الشرعية الممثل الوحيد اليمنيين بدفع هذه المرتبات، وتم الاتفاق أنها ستكون من إيرادات النفط والغاز، لكن الحوثيون لديهم الكثير من الموارد. يعني هناك اتفاق استوكهولم لم يتم تنفيذه، بحيث هذا الاتفاق ينص على أن تدفع رواتب موظفي الدولة من عوائد ميناء الحديدة، وأيضا هناك ضرائب وجمارك كثيرة يجنيها الحوثيون من يعني هذه الموارد. سواء هناك يعني نسبة كبيرة من المجتمع اليمني يدفعون الضرائب ويدفعون يعني الإتاوات، هذه الموارد وهذه الأموال يجب أن تسخر لصرف رواتب موظفي الدولة. موظفي الدولة يعني 8 سنوات لم يتم تسليم مرتباتهم يعني، وهذا يعني أمر زاد من يعني صعوبة الأوضاع الإنسانية وتعقيد الوضع الإنساني. هل هنا الخلاف يعني؟ كذلك هنا فيما يتعلق بوضع العوائق، فتح الطرقات بين المدن اليمنية سواء في محافظة تعز أو في مأرب أو في كان هذا ضمن الاتفاق ضمن يعني الاتفاقات المسبقة لحسن النية للدخول بالعملية الثانية. جديد في العملية الحوارية وخاصة من الأطراف الحوثية. أشكرك إياد الموسوي، كنت معنا مباشرة مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا مباشرة من عدن. وفي شأن جديد، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حرص الأردن على الشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا. خلال لقائه مجموعة من النواب بالبرلمان الألماني، أكد الصفدي الحرص المشترك على تطوير العلاقات نحو آفاق أرحب في كافة المجالات، ومشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين والتي يحتفل هذا العام بمرور 70 عام على تأسيسها.
أيضا للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع تنضم إلينا من عمان آية سيد مراسلة القاهرة الإخبارية. أرحب بك وأحييك آية. آية، إذن في هذه الشراكة الممتدة لسنوات طويلة جدا، ما جديدها ما بين عمان وبين ألمانيا؟ نعم، تحياتي أمل. حقيقة يعني كان هناك اتفاقية قد أبرمت في عام 2021 ما بين الأردن والمينا تنص على أن يكون هناك يعني فرص جديدة لتوظيف الأردنيين في ألمانيا في نطاق التمريض والصحة والتكنولوجيا. أيضا هناك شراكات ممتدة ما بين الأردن وألمانيا فيما يخص أيضا نطاق التعليم، هناك تعاون مشترك بين الدولتين في نطاق التعليم والتبادل الثقافي. يعني هذه الملفات كانت حاضرة خلال لقاء أيمن الصفدي بمجلس النواب والبرلمان الألماني المحلي وأيضا الاشتراكي الديمقراطي. كان هناك العديد من الحوارات التي تطرق إليها الطرفين في مجال التجارة والاقتصاد وأيضا الشراكات السياسية وأيضا بين البلدين. تطرق أيضا الطرفين إلى موضوع القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كانت القضية الفلسطينية حاضرة، هناك إثناء على ما تقدمه ألمانيا من دعم إلى الأونروا وإلى وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينية في الأردن. تعتبر ألمانيا من الدول الداعمة لهذه الوكالة ومن الدول المانحة أيضا. إلى ذلك أيضا كان هناك الحديث حول الملف السوري واللاجئين السوريين في الأردن، أيضا تعتبر ألمانيا من الدول المانحة للاجئين السوريين في الأردن. هناك أيضا كان حديث حول العودة الطوعية للاجئين، تم الحديث أيضا إلى أهم الملفات التي تحدث حاليا وتأثيرها الاقتصادي المباشر والسياسي على الدول ومنها الأردن. حقيقة زيارة أيمن الصفدي تأتي ضمن مشاركته. نعم، إذن المناحي كثيرة وعديدة، سواء كان كما أشرت سياسية اقتصادية متعلقة بالداخل الأردني أم بمحيط الأردن أو المستوى الإقليمي والدولي. أشكرك آية السيد على كل هذه المعلومات، مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من عمان. وقعت اليونان ولبنان وقبرص اتفاقية للتعاون السياحي في أثينا بهدف تعزيز التعاون السياحي وتبادل الخبرات بين الدول الثلاث. وقع الاتفاق وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد نصار ووزير السياحة اليوناني فاسيليس كيكلياس ووزير السياحة القبرصي كوستاس كوميس. أيضا للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أثينا مراسل القاهرة الإخبارية عبد الستار بركات. مرحبا بك عبد الستار. هي يعني تفاهمات واتفاقية هامة جدا بالنسبة للدول الثلاث، هل نستطيع أن نقول أن هنالك من هو المستفيد أو الرابح الأكبر في هذه الاتفاقية، أم أن الدول الثلاث على قدم وساق بتبادل الخبرات وبانعكاس السياحة فيها؟ نعم أمل، بعد التحية، كما ذكر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبناني وليد نصار أثناء التوقيع على الاتفاقية التي شهدتها هنا وزارة السياحة اليونانية، ذكر أن الاستفادة من هذه الاتفاقية سوف يعود على شعوب الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الدول الثلاث لديهم نفس المقومات السياحية تقريبا، دول تطل على البحر وبها آثار سياحية ومنتجعات صيفية وإلى ما شابه ذلك، ولذلك الإفادة أو الاستفادة سوف تعود إلى الدول الثلاث. أيضا وزير السياحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس أشاد بالاتفاقية ووصف أن قبرص ولبنان جيران وأصدقاء، ولذلك الاتفاقية سوف تعطي زخما للأمور المتعلقة بالسياحة وسوف تعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث وسوف تقرب أيضا دول المنطقة بعضها البعض. وزير السياحة القبرصي كوستاس كوميس ذكر أن الاتفاقية تدعم التعاون في المجال السياحي وأنها تأتي في إطار التعاون الإيجابي بين الدول الثلاث. تم طبعا وفقا للاتفاقية تم تشكيل لجنة سوف تتابع بنود هذه الاتفاقية لتنفيذها بين الدول الثلاث في المرحلة المقبلة. شكرا على هذه الصورة التي وضحتها أكثر من خلال هذه الاتفاقية التي جرت في أثينا. أشكرك عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من أثينا.
وفي ملفنا الأخير، يتوجه الناخبون الأتراك غدا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. يتنافس في الانتخابات الرئاسية 3 مرشحين بعد انسحاب محرم إنجي مرشح حزب البلد التركي، أبرزهما الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. كما سيصوت الناخبون لاختيار أعضاء للبرلمان في سياق متصل. وصلت إلى العاصمة أنقرة الأصوات التي أدلى بها الأتراك في الخارج ليتم احتسابها في الانتخابات. وأيضا مزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من أنقرة عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية. أحييك ومرحبا بك عمر. إذن الأتراك يترقبون، وتساؤلي ما الذي يمتلكه كل مرشح من المرشحين اليوم من نقاط قوة؟ وهل الكلمة الفيصل هي الملفات الداخلية أم ارتباطات وتوجهات جديدة خارجية، سواء نحو الشرق أو نحو الغرب؟ نعم أمل، بعد التحية، بالفعل يوم غد هو اليوم الموعود. منذ أكثر من سنة ونصف يمكن القول أن الأتراك بعد نهاية كل جملة يتلفظون بها يقولون الانتخابات، ولذلك يوم غد هو يوم مهم جدا بالنسبة للأتراك. الأتراك سيصوتون بالنسبة لمستقبلهم وكذلك لمستقبل المنطقة أيضا، هذا ما يقوله هنا معظم الخبراء، لأن هذه الانتخابات تحمل أهمية كبيرة جدا. طبعا التوجه وأهمية الانتخابات بالنسبة للداخل التركي هي لمشاكله التي يعاني فيها من الداخل، لذلك الوضع الاقتصادي، الحريات العامة، القضاء، العدالة، كل هذه الأمور موجودة حاليا في أجندة المواطن التركي يقرر عبرها باختيار صوته. سيتوجه الناخبون طبعا يوم الغد إلى صناديق الاقتراع منذ 8 صباحا بتوقيت تركيا إلى 5 مساء، سيصوتون بأصواتهم، وكذلك بعد اليوم بعد الساعة 6 مساء سوف يتم منع كل الحملات الانتخابية من قبل المرشحين وكذلك الأحزاب السياسية. نعم، أشكرك على هذه المعلومات، وأيضا سنكون معك لدى كل جديد فيما يتعلق بهذه العملية الانتخابية التي يترقبها الجميع. عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا مباشرة من أنقرة، شكرا لك عمر. أيضا ينضم إلينا من إسطنبول أحمد زكريا مراسل القاهرة الإخبارية. أرحب بك أحمد معنا مباشرة. أيضا إسطنبول تتجهز وتستعد لهذه الانتخابات، كيف هو استعداد المرشحين مع الساعات الأخيرة قبل دخول ما يسمى الصمت الانتخابي؟ أعتقد حقيقة ساعات قليلة تفصلنا طبعا عن موضوع الصمت الانتخابي سيتنتهي تمام الساعة 6 مساء. بالنسبة لإسطنبول لها الحصة أو لها الثقل الأكبر في نظر المتنافسين من الأحزاب على رأسهم متزعم حزب العدالة والتنمية رئيس تركي رجب طيب أردوغان، يقول دائما وبين الفترة والأخرى أن من يكسب إسطنبول يكسب الحكم. 11 مليون ناخب، لك أن تتصوري أمل في إسطنبول لوحدها هناك 50,000 صندوق في نحو 40 منطقة، لأن إسطنبول طبعا كبيرة. أكبر منطقة هي منطقة السنيورت يعني المعروفة والمشهورة، وفيها 650,000 ناخب، ومن هنا فإن إسطنبول لها الثقل والوزن الأكبر كما أشرت والتعويل الأكبر في إسطنبول تحديدا كما جرى في الانتخابات المحلية انتخابات البلدية الماضية. التعويل الأكبر، هل لا زال لأردوغان نعم تلك الحصة والوزن الأكبر؟ تفضل على فئة الشباب. نعم نعم، التعويل الأكبر هو على فئة الشباب، هناك 5 ملايين يعني ناخب من فئة الشباب يتم التعويل عليهم، منهم طبعا من يتواجد في إسطنبول. في الانتخابات الماضية، أو إجابة على سؤالك بالنسبة لأردوغان هل له حصة في الانتخابات من داخل ولاية إسطنبول، في انتخابات البلدية السابقة انتخابات المحلية كانت التوجهات من داخل إسطنبول، وكانت مفاجأة كبرى حتى لحزب العدالة والتنمية بأنه الأصوات ذهبت إلى
يعني الحزب المعارض حزب الشعب الجمهوري، وفاز أكرم إمام أوغلو، وذهبت البلدية أو رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى إلى حزب المعارضة أو إلى الحزب المعارض. ومن هنا بدأت التحضيرات، وبين الفترة والأخرى نجد أردوغان في كل خطاباته وكل في مؤتمراته وحتى المشاريع الكبرى تكون في إسطنبول. ومن هنا هناك مخاوف من أن تذهب أصوات الناخبين في داخل إسطنبول 11 مليون ناخب إلى حزب المعارضة. وكما أشرت لك يقول أردوغان وحتى لسان حال المعارضة، من يكسب إسطنبول يكسب الحكم. أشكرك على هذه المعلومات مراسل القاهرة من إسطنبول أحمد زكريا، مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك أحمد. إذن في ختام هذه الجولة اسمحوا لي أن أشكر كل من كان معنا من مراسلي القاهرة الإخبارية. كانت معنا من غزة منى عوكل، من رام الله ولاء السلامين، من الرياض جمال الوصيف، ومن معبر قسطل عبد الفتاح عوض مصطفى عبد الفتاح، ومن بروكسل سلامة عطلة، ومن أنقرة عمر أحمد، من إسطنبول أحمد زكريا، ومن فيينا خالد أبو بكر، من عدن إياد الموسوي، ومن عمان آية سيد، ومن أثينا عبد الستار بركات. شكرا لكل مراسلي القاهرة الإخبارية، والشكر موصول لكم مشاهدينا مع ختام هذه الجولة من مراسلينا. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، ويمكنكم أيضا متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب، ومتابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، وأيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور، جوجل بلاي، أو QR كود الظاهرة على شاشتنا. نشكركم طيب المتابعة. هنا القاهرة عاصمة الخبر.